اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 5 اللي بعنوان مالتيبلاينج الفراكشنز. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد من الدروس المهمه جدا جدا لانه مستمر معانا باذن الله السنه الجايه وفي المرحله الاعداديه والثانويه كمان، فلازم نفهم الكلام اللي هنقوله في الدرس ده كويس جدا. يلا مع بعضينا نبدا الدرس ونشوف اول جزئيه فيه اللي هي ازاي نعمل multiplication لتو fractions. يلا نبص على المثال ده كده. لو انا عندي fraction اسمه 3 over 4 times 5 over 7 نعمل multiplication ازاي؟ بطريقة سهلة جدا. النيوميريتور اعمل له times النيوميريتور اللي جنبه، والدينومينيتور اعمل له times الدينومينيتور. يعني هنقول كده 3 times 5 equals 15 و 4 times 7 equals 28. يبقى زي ما انتم شايفين طريقة الملتبليكيشن سهلة جدا جدا. طيب ناخد بالنا من حاجة يا اولاد، الفراكشن ده عندي في السيمبلست فورم وكذلك الفراكشن ده في السيمبلست فورم. يعني ايه في السيمبلست فورم؟ يعني مفيش فاكتورز مشتركة ما بين النيومريتور والدينومينيتور. زي ايه مثلا؟ زي الفايف هنا. الفايف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 تايمز الفايف، وال7 عباره عن ايه؟ عباره عن 1 تايمز ال7. طب وبالنسبه لل3؟ ال3 عباره عن 1 تايمز 3، وال4 عباره عن 1 تايمز 4. احنا ما بنعتبرش ال1 كومون فاكتور بتوين النيوميريتور والدينومينيتور. مين الفاكتورز اللي موجوده في النيوميريتور؟ ال3 وال5. مين اللي موجود تحت؟ 4 و7. هل في ما بينهم حاجة مشتركة؟ لا مفيش. يبقى على طول نعمل ده تايمز ده وده تايمز ده، والانسر بتاعتنا بتيجي فين؟ في السيمبلست فورم. يعني ايه؟ يعني ال 15 دي انا متأكد ان مفيش اي فاكتورز فيها مشتركة ما بينها وما بين الايه؟ ال 28. تمام؟ طيب يلا نشوف اكزامبل 1. عندي فراكشن 4 اوفر 9 وفراكشن تاني 2 اوفر 3. نبص بعينينا نلاقي ان مفيش اي فاكتورز مشتركه ما بين النيوميريتورز والدينومينيتورز، صح ولا لا؟ الفور والناين مفيش حاجه بينهم مشتركه، الفور والثري مش موجودين في تيبل واحد، كذلك التو مش موجوده في تيبل ثري ومش موجوده في تيبل ناين. يبقى نعمل ايه؟ يبقى على طول نحل المساله كده، نقول فور تايمز تو يديني 8 وناين تايمز 3 يديني 27. والانسر بتاعتي دي انا متاكد انها في السيمبلست فورم، يعني مفيش اي كومون فاكتورز بتوين النيوميريتور والدينومينيتور. يلا مع بعضينا ناخد ريمارك مهمه جدا. بيقول لي if there is a common factor between the numerator of a fraction and the denominator of the second one then divide each of them by this common factor. يعني ايه؟ يعني لو عندي common factors لازم الكومون فاكتورز دي نعمل لها سمبليفيكيشن او ايه؟ او نختصرها مع بعض او نكنسلها. ليه؟ لانها بتسهل عليا عمليه الملتيبليكيشن. تعالوا ناخد اكزامبل كده ونتعلم ازاي نعمل ملتيبليكيشن لحاجات فيها كومون فاكتورز. انا عندي هنا بيقول لي ملتيبلاي اتش اوف ذا فولوينج فراكشنز. عندي فراكشن 7 اوفر 8 والفراكشن الثاني 16 اوفر 21. ممكن واحد يقول لي يا مستر انا هعمل كده 7 تايمز ال 16 هتيكوالز كام؟ 7 تايمز 6 42 هيبقى 2 ونكاري اب 4، 7 تايمز ال 1 ب 7 و 4 تديني 11. وهعمل تحت كمان 8 تايمز 21، 8 تايمز 1 تديني 8 و 8 تايمز 2 تديني 16. يبقى يا مستر الحل بتاعنا هيطلع كده 112 divided 168. هاجي اقول لك انا خد بالك اللي انت طلعته ده مش في السيمبلست فورم، لان اي فراكشن بشتغل عليه لازم اطلعه في السيمبلست فورم. هتقول لي يا مستر طب ايه اللي ناقص في اجابتي؟ اقول لك خد بالك ده اوله ايفن وده اوله ايفن. يعني هنا انا متاكد ان في فاكتور 2 وهنا متاكد في فاكتور 2، هضطر اعمل ديفيجن، لازم اعمل divided 2 112 divided 2 واعمل هنا 168 divided 2 اللي هتديني كام؟ 11 divided 2 يديني 5 ويتبقى 1 as a remainder 12 divided 2
يديني 6. ونيجي هنا 16 divided 2 يديني 8، وعندي 8 divided 2 يديني 4. ده لسه ما خلصتش، ده انا عندي ده برضك اوله ايفن وده اوله ايفن، لازم اعمل برضه divided 2 و divided 2. لما اجي اعمل divided 2 فوق و divided 2 تحت يديني تحت 42، ويديني هنا 2، وبعد كده هنحط 1 هنا as a remainder، يبقى 16 divided 2 يديني 8. لسه برضه ما خلصتش، يلا نعمل divided 7. 28 divided 7 يديني 4، و 42 divided 7 تديني 6. لسه برضه ما خلصتش، نعمل divided 2 تديني 2 over كام؟ over 3. ايه بقى اللي احنا عملناه ده كله؟ عشان بدأنا الملتبليكيشن غلط، وعلشان عملنا ده تايمز ده واستسهلنا وعملنا ده تايمز ده، الحل بتاعي ما جاش في السيمبلست فورم، وانا لو سبت الحل كده يبقى غلط، لازم اطلعه في السيمبلست فورم. امال نعمل ايه؟ لازم نعمل سيمبليفيكيشن للكومون فاكتورز. يلا نكتبها تاني ونحلها تاني. انا عندي هنا 7 over 8 تايمز 16 over 21. لما نيجي نبص بعينينا نلاقي ان ال 16 دي جواها ايه؟ جواها 8، يعني ال 16 دي عباره عن 2 تايمز ال 8، وال 21 عباره عن ايه؟ عباره عن 3 تايمز ال 7. يبقى انا عندي في كومون فاكتور بتوين ال 16 وال 8 اللي هو ايه؟ اللي هو ال 8، لان ال 8 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 تايمز ال 8، وال 7 دي عبارة عن 1 تايمز 7. يبقى أنا عندي الـ 8 هنا والـ 8 هنا، ده كومون فاكتورز، عوامل مشتركة، نعمل فيها إيه؟ نعمل لها سمبليفيكيشن أو كانسليشن، يعني نشيلها، يعني أقول كده ده كده نخليه يروح مع ده كيدز، والـ 7 دي كده تروح مع الـ 7 دي كيدز. مين اللي يتبقى معايا؟ يلا نشوف مين اللي يتبقى معايا. يتبقى هنا 1 ويتبقى هنا 1، والفراكشن التاني يبقى في كام؟ فوق يبقى 2 وتحت يبقى 3. يلا نعمل بقى كده بالطريقه بتاعتنا العاديه، 1 تايمز 2 يديني 2، و1 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 3. يبقى زي ما انتم شايفين بدل ما نعمل كل ده طلعنا الحل بسرعه. يبقى لازم نعمل سمبليفيكيشن الاول. طيب يا مستر احنا كل مساله لازم اوضح كده اعمل 2 تايمز 8 ودي 3 تايمز 7 نفك الفاكتورز. احنا عارفين لما بنقول 16 بتيكوالز 2 تايمز ال 8 ال 2 اسمها ايه؟ اسمها فاكتور، وال 8 دي اسمها ايه؟ اسمها فاكتور، وال 16 دي اسمها ايه؟ اسمها البرودكت. هل لازم دايما البرودكت في المساله اكتبه في صوره فاكتورز كده وبينهم ملتبليكيشن؟ لا مش شرط. امال بنعمل ايه؟ يلا نشوف المسألة اللي بعديها ونشوف هنعملها ازاي بسرعة. لما بيجي المسألة كده يا أولاد نبص بعينينا، أنا شايف إن الفايف والتوينتي فايف الاتنين فيهم فايف، فبنعمل إيه؟ نعمل كده، نقول كده فايف ديفايدد فايف تديني كام؟ تديني 1. نعمل شرطة ونكتب تحتيها 1. أنا كده عملت إيه؟ أنا عملت ديفايدد فايف. هو أنا لما شلت الـ 8 يا أولاد مع الـ 8 أنا عملتها إزاي؟ يعني إيه كلمة أشيل الـ 8 مع الـ 8 أو أكنسل الـ 8 مع الـ 8؟ معناها إن أنا عملت ديفيجن، عملت للـ 16 ديفايدد 8 إداني 2، ولل 8 ديفايدد 8 يديني 1 من حقي. وزي ما أنتم عارفين إن أنا في الإيكويفلنت فراكشن ممكن أشيل من فوق وأشيل من تحت بالديفيجن. طيب هنا لما أعمل للـ 5 ديفايدد 5 يديني 1، ولل 25 لما اجي اعمل لها ديفايدد 5 تديني كام؟ تديني 5. يلا بالنسبه لل 3 وال 36 الاثنين في تيبل 3، يبقى نعمل لل 3 ديفايدد 3 يديني 1، ولل 36 ديفايدد 3 يديني 12. طالما عملنا السمبليفيكيشن يبقى انا متاكد ان المساله هتطلع معايا في السمبلست فور، يبقى هتديني ايه؟ ها 1 تايمز 5 يديني 5، و1 تايمز 12 يديني كام؟ يديني 12. يبقى هي دي الطريقه اللي احنا بنعمل بيها مالتيبليكيشن لفراكشنز في بينهم وبين بعض كومون فاكتورز. بنعمل ايه؟ بنعمل سمبليفيكيشن. يعني ايه سمبليفيكيشن؟ يعني كانسليشن. يعني ايه كانسليشن؟ يعني ديفيجن.
بعمل ديفيجن باي الكومون فاكتورز دي علشان الفراكشن بتاعي اقلله او اخلي شكله ارقام صغيره. يلا نشوف مع بعضينا مساله التراي. بيقول لي هنا ملتبلاي 5 اوفر 6 تايمز 2 اوفر 15. اول ما ابص بعيني نلاحظ ان النيوميريتور ده والدينومينيتور ده الاثنين مشتركين في الفاكتور 2، يعني ده جواه فاكتور 2 وده جواه فاكتور 2. اعمل ايه؟ اعمل ديفايد اوفر الفاكتور ده على طول، يعني 2 ديفايد 2 تديني 1 و6 ديفايد 2 تديني 3. ها ال5 وال15 الاثنين ينفع يتعمل لهم ديفيجن باي 5. كلمه اعمل لهم ديفيجن باي 5 يعني بكنسل الفاكتور 5 من فوق وبكنسل الفاكتور 5 من تحت. لما كنسل الفاكتور 5 من فوق يبقى لي 1، لان ال5 جواها 2 فاكتورز، جواها الفاكتور 1 تايمز الفاكتور 5. هنكنسل الفاكتور 5 يبقى 1. كذلك ال15 لما كنسل منها الفاكتور 5 يبقى جواها 3، لان ال15 عباره عن الفاكتور 5 تايمز الفاكتور 3، واحنا هنطير ال5 من هنا مع ال5 من هنا. مين اللي يبقى معايا يا اولاد؟ يبقى معايا هنا فوق 1 ويبقى هنا 1 ويبقى تحت هنا 3 وهنا 3. يبقى 1 تايمز 1 يديني 1 و3 تايمز 3 تديني كام؟ تديني 9. يلا اللي بعديها نبص هنا، دي سهله قوي. مع الوقت بقى انتوا هتتعودوا تعملوا كانسليشن بسرعه. كانسليشن يعني ايه؟ يعني بنطير الكومون فاكتورز اللي موجوده ما بين فوق وتحت، ما بين النيوميريتورز والدينومينيتورز. يلا هنا عندي 3 و3، 3 تديني 1، 3 ديفايدد 3 تديني 1، و3 ديفايدد 3 تديني 1. ها 2 4 الاثنين ديفيزبل باي 2، يعني ممكن اعمل لهم ديفيجن باي 2. يلا نطير ال2، 2 ديفايدد 2 تديني 1، 4 ديفايدد 2 تديني كام؟ تديني 2. يبقى انا عندي هنا 1 تايمز 1 يديني 1، و1 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 2. يبقى هو ده البرودكت بتاعي في السمبلست فورم. يلا مع بعضينا نشوف جزئيه ثانيه سهله، اللي هي مالتيبلاينج ا هول نمبر باي ا فراكشن. زي ايه؟ يلا ناخد مثال. لو انا جالي فراكشن 1 اوفر 8 تايمز 2. هو احنا يا اولاد مش عارفين ان ال2 دي عباره عن 2 ديفايدد 1، مش اي نمبر عندي، ممكن اعتبره نيوميريتور ديفايدد 1. يبقى انا لو جالي اي نمبر احطه ديفايدد 1. خلاص هنشتغل بقى زي ما كنا شغالين، 1 اوفر 8 تايمز 2 اوفر 1. ال2 وال8 في ما بينهم فاكتور مشترك اللي هو الايه؟ اللي هو ال2. ازاي يا مستر؟ لان ال8 عباره عن 2 تايمز ال4. فين الفاكتور المشترك؟ اهو عندي هنا 2 وعندي هنا 2، وال2 دي عباره عن 2 تايمز 1. ال2 متكونه من 2 فاكتورز ال2 تايمز 1، وال8 متكونه من 2 فاكتورز ال2 تايمز 4. يلا نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل سمبليفيكيشن. يعني ايه سمبليفيكيشن؟ يعني نختصر، يعني نكنسل. نكنسل يعني ايه؟ يعني اشيل ده كده مع ده كده. طب وكلمه ان انا اشيل دي يا اولاد معناها ان انا عملت ايه؟ عملت ديفيجن. يعني قلت كده 2 ديفايدد 2 يديني 1، و8 ديفايدد 2 تديني 4. يبقى انا كده عملت سمبليفاي او سمبليفيكيشن. اوكي يا اولاد؟ طيب بعد كده نعمل ايه؟ عادي خالص، 1 تايمز 1 يديني 1، و4 تايمز 1 تديني كام؟ تديني 4. شفتوا قد ايه الدنيا سهله؟ مالتيبليكيشن سهل جدا، بس لازم نحفظ التيبل كويس جدا علشان نعرف كل نمبر متكون من فاكتورز ايه، عشان نعرف نعمل سمبليفيكيشن بسهوله. طيب يلا اكزامبل 3، بيقول لي مالتيبلاي ايتش اوف ذا فولوينج. طيب انا عندي ال 12 هنا، هو انا لازم اعملها كده 12 ديفايدد 1 تايمز 3 ديفايدد 4؟ طب ما انا ممكن على طول لو انا في اول المساله انا خلاص عارف ان ال 12 دي موجوده في النيوميريتور، يبقى انا هشغلها مع الفور. يعني ممكن وانا في اول المساله اقول 4 ديفايدد 4 يديني 1، و12 ديفايدد 4 يديني كام؟ يديني 3، على اساس ان انا عارف ان ال12 موجوده فوق. فاللي يحب يشتغل كده في الاول وشاطر ويعرف يشتغل في الاول كده يشتغل، اللي حاسس ان هو هيتلخبط يحط ال12 ديفايدد 1 ويشتغل من اول هنا، يقول 4 ديفايدد 4 تديني 1، و12 ديفايدد 4 تديني 3. تمام؟ يبقى 3 تايمز 3 يديني 9، و1 تايمز 1 تديني 1. وناخد بالنا يا اولاد لما الاقي كده 9 اوفر ال1 لازم اقول بت ايكوالز 9،
لان 9 over 1 ده improper fraction. يعني ايه improper fraction؟ يعني النيوميريتور بتاعه is greater than denominator. الامبروبر فراكشن يا اولاد مش simplest form، لازم احوله لميكسد. لما احول الامبروبر لميكسد يبقى انا خليته في السمبلست فور. 9 اوفر 1 ال 9 فيها كام؟ 1 فيها 9، خلاص اتحولت 9 اوفر 1 ب 9 على طول. يبقى ال 9 دي كده اسمها السمبلست فور. تمام، يلا نشوف اللي بعديها. خلاص احنا عارفين ان ال 10 دي موجوده فوق. طيب ال 10 وال 25 هل في ما بينهم كومن فاكتور؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ال 5. يبقى نعمل لل 10 ديفايدد 5 يديني 2، ولل 25 ديفايدد 5 يديني 5. عشان كده بقول لكم التيبل مهم جدا. يلا نكمل. دي اكنها فوق، يبقى 1 تايمز 2 يديني 2. طب ودي بقى نعمل لها تايمز ايه؟ ده اكنه في تحت 1. ال 5 تايمز 1 تديني 5، او نقول ال 5 تنزل. ساعات ممكن نقول كده ال 5 تنزل. تمام، يلا اللي بعديها. هنا ناخد بالنا، هل في سمبليفيكيشن ما بين ال 4 وال 7؟ لا مفيش. طب اشتغل ازاي؟ اعمل كده 5 تايمز 4 يديني 20، و 7 تايمز 1 يديني 7. فين ال 1 ده؟ اللي هو موجود تحت ال 4. هل ينفع اسيبها كده يا اولاد؟ لو سبتها كده ننقص. ليه؟ علشان ال 20 ديفايدد 7 ده امبروبر فراكشن، لازم احوله لميكسد. يلا نحول لميكسد. 20 ديفايدد 7 يديني كام؟ ال 20 فيها كام 7؟ ها؟ فيها 7 بلس ال 7 بلس ال 6. يعني فيها 2 من ال 7s. يبقى هتديني 2. يتبقى كام؟ يتبقى 6 ديفايدد 7، يتبقى ال 6 ديت. يبقى اكنها فيها 2 من ال 7s، ويبقى معايا 6 اوفر 7. ويبقى هو ده الناتج بتاع اللي في السمبلست فور. يلا نشوف مسائل التراي. ها يلا 5 ديفايدد 5 يديني 1، 15 ديفايدد 5 يديني 3، 2 تايمز 3 تديني 6. طب وتحت يا مستر؟ تحت 1. هنا في 1 وهنا في 1، فهنكتب 6 على طول. هنتعود بقى مع بعضنا نحل بسرعه شويه، احنا كبرنا بقينا في جريد 5. ماشي، يلا هنا 4 ديفايدد 4 يديني 1، 8 ديفايدد 4 تديني كام؟ تديني 2. ها فوق 1 تايمز 1 يديني 1، وتحت تديني 2. حاجات سهله قوي. هنشوف مع بعضنا دلوقتي اخر جزئيه في الدرس، اللي هي مالتيبلاينج ا ميكسد نمبر باي ا فراكشن. هنعملها ازاي؟ يلا ناخد مثال. ايه ده اللي قدامي ده؟ ده ميكسد. وايه اللي قدامي ده؟ ده بروبر فراكشن عادي. ها هعمل ايه؟ هل هقول نطير ال 3 مع ال 3، نكنسل ال 3 مع ال 3 وال 2 مع ال 4؟ لا، خد بالك ده في عندك 2 هنا. امال اعمل ايه يا مستر؟ لازم نحول الميكسد لام بروبر فراكشن. لازم اول خطوه اعملها احول الميكسد لام بروبر. كنا بنحول ازاي؟ كنا بنعمل كده، ده تايمز ده، والناتج اقول بلس ده. يعني اقول كده 2 تايمز 3 تديني كام؟ تديني 6. ال 6 بلس 2 تديني 8. يبقى الميكسد نمبر ده عباره عن 8 ديفايدد 3. وبعد كده اكتب الفراكشن الثاني عادي خالص ونكمل زي ما اتعلمنا قبل كده. عندي 3 تتكنسل من فوق وتتكنسل من تحت. عندي 4 و 8 الاثنين جواهم كومن فاكتور 4. يبقى نعمل ديفايدد 4 هنا يديني 1، وديفايدد 4 هنا يديني 2. يبقى معايا 2 تايمز 1 فوق و 1 تايمز 1 تحت، اللي هي 2 ديفايدد 1 اللي هي كام؟ تديني 2. شفتوا قد ايه سهله يا اولاد؟ يبقى احنا لما يجي لي ميكسد نمبر لازم نحوله لامبروبر فراكشن. بنحول ازاي تاني؟ هقولها تاني. ده تايمز ده بلس ده، ده تايمز ده بلس ده. يلا نشوف اكزامبل 4. ملتبلاي ايتش اوف ذا فولوينج. هنا طالما شفنا ميكسد نمبر لازم اعمل خطوه انتقاليه. يعني اكتبها تاني. اقول كده 5 ديفايدد 6 تايمز، الدينومينيتور بيتكتب زي ما هو. اقول كده 7 تايمز 2 14 بلس 1 15. في كومن فاكتورز؟ في كومن فاكتور ما بين ال 6 وال 15 اللي هو ايه؟ اللي هو ال 3. ليه يا مستر؟ لان ال 15 عباره عن 3 تايمز ال 5، وال 6 عباره عن 3 تايمز 2، فعندي فاكتور مشترك، عندي كومن فاكتور اهو. اعمل ايه؟ اعمل ديفيجن عليه.
يعني 6 divided 3 تديني 2 و 15 divided 3 تديني 5. نتخلص من الكومون فاكتورز، نكنسل الكومون فاكتورز، نعمل سمبليفيكيشنز. تمام، يلا نكمل. 5 تايمز 5 تديني 25، 2 تايمز 2 تديني 4. ينفع نسيبها كده؟ ما ينفعش، ده امبروبر. ها 25 divided 4 اقرب حاجه لل 25 في تيبل 4 مين؟ 24. بتيجي منين؟ من 6 تايمز 4. 6 تايمز 4 توصلني لل 24. يبقى كام؟ يبقى 1 divided 4. تمام، حاجات سهله جدا، واللي ما فهمش من اول مره يا ريت يسمع تاني. الدرس ده يا اولاد لازم يتفهم كويس جدا عشان مستمر معانا ان شاء الله السنه الجايه والسنوات القادمه اللي بعديها. اللي هيبقى شاطر في الدرس ده هيبقى ولد متميز جدا وشاطر جدا. طيب يلا، هنا عندي 2 ميكسد نمبرز، نحولهم لامبروبر ازاي؟ ده تايمز ده بلس ده، ده تايمز ده بلس ده. 1 تايمز 4 يديني 4 بلس 3 يديني 7، يبقى 7 اوفر ال 4 تايمز. 1 تايمز 7 يديني 7 بلس 2 يديني 9، يبقى 9 اوفر الايه؟ ال 7. ها؟ اعمل ده تايمز ده وده تايمز ده؟ لا، خد بالك ده في عندي كومون فاكتور اهو 7 و7، الاثنين زي بعض. نطير ال 7 مع ال 7، نعمل كانسليشن ليهم مع بعض. 7 ديفايدد 7 تديني 1، 7 ديفايدد 7 تديني 1. يبقى ايه؟ يبقى 9 فوق و4 تحت. 1 تايمز 9 ب 9، 4 تايمز 1 ب 4. ها؟ نسيبها كده؟ ما ينفعش يا مستر نسيبها كده، دي امبروبر فراكشن، لازم اكمل احولها ميكسد. طيب 9 ديفايدد 4 يديني كام؟ يديني 2، ويبقى كام؟ يبقى 1 اوفر 4. يلا نتاكد، نحولها تاني الامبروبر. 2 تايمز 4 يديني 8 بلس 1 يديني 9. تمام؟ يلا يا اولاد نشوف مساله التراجع. اي مساله فيها ميكسد نمبر لازم اكتبها تاني واحول الميكسد لامبروبر. لما اجي احول الميكسد الامبروبر الدينومينيتور بتاعي ما بيتغيرش، بيفضل زي ما هو. الميكسد والامبروبر ليهم نفس الدينومينيتور. يلا، ده تايمز ده بلس ده، 1 تايمز 5 يديني 5 بلس ال 1 يديني 6. الكلام ده تايمز 2 ديفايدد 3، ال 3 وال 6 الاثنين ديفيزبل باي 3، 3 ديفايدد 3 تديني 1، 6 ديفايدد 3 تديني 2. يلا 2 تايمز 2 تديني 4، 5 تايمز 1 يديني 5. خلصت المسألة عشان موجودة في السمبلست فورم. يلا هنا نحط ال 4 عشان أنا متأكد إن الدينومينيتور ما بين الإمبروبر والميكس زي بعض. ده تايمز ده بلس ده، 2 تايمز 4 8 بلس 1 9. يلا ال 18 دي عبارة عن إيه؟ نكتبها بالصورة دي. يلا 18 ديفايدد الإيه؟ ديفايدد ال 1. ايه ده يا مستر؟ ده هيطلع نمبر كبير. خد بالك ال 4 جواها فاكتور 2 وال 18 جواها فاكتور 2، يبقى نعمل ديفايدد 2 يديني 2، ديفايدد 2 يديني 9. هي كلمه ديفايدد 2 يا مستر دي يعني ايه؟ يعني بنكنسل ال 2 من هنا وبنكنسل ال 2 من هنا، يعني بنطير الكومون فاكتورز اللي موجوده فوق وتحت علشان نخلي شكل الفراكشن بسيط ونعرف نتعامل معاه بنمبرز صغيره. طيب يبقى ايه فوق؟ 9 تايمز 9 يديني كام؟ 81. ها؟ وتحت يديني 2. ايه ده يا مستر ده كبير قوي، اعملها ازاي؟ لا، نحولها. نحولها ازاي؟ نعمل ديفيجن. بعمل ديفيجن من ايه؟ من الليفت. يعني اعمل ديفيجن لل 81 ديفايدد 2. 8 ديفايدد 2 تديني كام؟ تديني 4. 1 ديفايدد 2 ينفع؟ ما ينفعش، نحط 0. ويبقى كام؟ ويبقى 1 اوفر 2. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 5، اكزامبل جميل جدا. بيقول لي multiply the following using two different methods. يعني عايزين نعمل البرودكت ده بطريقتين مختلفتين. يلا نشوف اول طريقه. انا عندي 0.6 تايمز كام؟ تايمز 1 اوفر 2. طيب اول طريقه عندنا هي ال 0.6 دي، يعني ايه يا اولاد؟ نحولها يلا لبروبر فراكشن. ده ديسمال، يعني اكنه 6 اوفر 10. ليه اوفر 10؟ عشان الديسمال بوينت بعد جاست 1 بليس. طب الكلام ده تايمز كام؟ تايمز 1 اوفر 2. ها؟ نعمل ملتبليكيشن، خدوا بالكوا ال 2 وال 6 فيها فاكتور 2، يبقى 2 ديفايدد 2 تديني 1 و 6 ديفايدد 2 تديني 3.
يطلع الناتج معايا ايه؟ 3 تايمز 1 يديني 3 و 10 تايمز 1 يديني 10. يبقى انا كده حلتها. طيب ايه الطريقه الثانيه يا مصر احنا ممكن نعملها؟ خدوا بالكم انا عندي 0.6 تايمز 1 اوفر 2، واحنا عارفين ان ال 1 اوفر 2 ممكن احولها ل 0.5. يبقى الطريقه الثانيه بدل ما احول الديسمال لفراكشن هنحول الفراكشن لديسمال، تبقى 0.6 تايمز ال 0.5. وزي ما اتعلمنا الدرس اللي فات دي اعتبرها 6، مش هبص للايه؟ للديسمال بوينت دي خالص. لو شلنا الديسمال بوينت يبقى النمبر ده اسمه ايه؟ 0 جنبيه 6 اللي هو 6 وده 5، 6 تايمز ال 5 30. ويلا نعد، عندي هنا الديسمال بوينت بعد بليس وهنا بليس، يبقى 2 بليسز، يبقى نحط الديسمال بوينت افتر 2 بليسز. طب هي اصلا بتتحط فين في الاول؟ هنا. يلا نحركها 2 بليسز توردس ليفت، تبقى فين؟ تبقى هنا. طب ايه ده يا مستر؟ هي دي هي دي؟ اه، لان الزيرو على الرايت ما بنكتبوش. طالما فين؟ طالما بعد الديسمال بوينت، يعني دي اكنها 0 بوينت ايه؟ 0.3، وال 0.3 هي هي 3 اوفر كام؟ اوفر 10. يبقى احنا لو جالي ديسمال ممكن احول الديسمال لفراكشن، ممكن احول الفراكشن لديسمال لو سهل، لكن دي مثلا لو ال 1 اوفر 2 جالي 4 اوفر 7 لما اجي اشتغل، لا اشتغل بالطريقه ان انا احول الديسمال لفراكشن، لان ال 4 اوفر 7 هتبقى صعب ان انا احولها. تمام؟ الدرس بتاعنا سهل وجميل، يا ريت قبل ما نحل الاكسرسايزز نحاول نراجع على التايم تيبلز علشان بنستعملها كتير في السمبليفيكيشنز. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناه عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشه. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج. عندي فراكشنز تايمز فراكشن. نبص بعينينا مفيش اي كومون فاكتورز مشتركه، يبقى نعمل ايه؟ نشتغل على طول نيوميريتور تايمز نيوميريتور ودينومينيتور تايمز دينومينيتور. 3 تايمز 5 15، 4 تايمز 7 28. يلا هنا نفس الكلام، مفيش عندي كومون فاكتورز مشتركه. 4 تايمز 6 24، 5 تايمز 7 35. وطالما مفيش اي فاكتورز مشتركه يا اولاد يبقى احنا مطمنين ان البرودكت بتاعي او الناتج طالع في السمبلست فورم على طول. يلا هنا، هل في عندي فاكتورز مشتركه؟ ممكن حد يقول لي يا مستر في 5 ودي 5، اقول لك لا خد بالك الاثنين موجودين في النيوميريتور، احنا بندور على فاكتورز مشتركه ما بين النيوميريتورز والدينومينيتورز. طب هنا نعمل ايه؟ نشتغل على طول، تبقى 25 ديفايدد ال 42. يلا هنا نفس الكلام، 3 تايمز 3 يديني 9، 5 تايمز 8 يديني 40. هنا مفيش أي فاكتورز مشتركة ما بين فوق وتحت، 5 تايمز 2 يديني 10، 9 تايمز 3 27. يلا هنا 5 تايمز 2 يديني 10، 9 تايمز 7 63. اللي بعديها 6 تايمز 4 24، 11 تايمز 5 55. هنا 11 تايمز 5 55، 12 تايمز 7 84. اكسرسايز 2 يقول لي multiply then write the answer in its simplest form. طالما قال لي اكتبها في السمبلست form يبقى لازم يكون في common factors ما بين النيوميريتورز والدينومينيتورز، زي هنا كده ال 2 وال 8 الاثنين فيهم common factor 2، يبقى 2 divided 2 يديني 1 و 8 divided 2 يديني 4. 1 times 1 يديني 1، 4 times 3 يديني 12. وطالما عملنا simplification الاول قبل ما نشتغل يبقى انا متاكد ان الحل بتاعي في simplest form. يلا اللي بعد كده، هنا 2 divided 2 يديني 1، 8 divided 2 تديني 4، ال 3 وال 9 الاثنين في table 3، 3 divided 3 يديني 1، 9 divided 3 يديني كام؟ يديني 3.
تديني كام؟ تديني برضو 1 وتحت يديني 12. يلا اللي بعد كده ال 3 وال 9 عايزين بقى نحفظ يا اولاد، يعني اول ما نشوف 3 ونشوف 9 نعرف على طول ان لازم هيحصل ما بينهم سمبليفيكيشنز. 3 ديفايدد 3 يديني 1، 9 ديفايدد 3 يديني 3. طيب ال 2 وال 14 هشرح تاني، ال 2 عباره عن ايه؟ عباره عن 1 تايمز 2. ال 1 بنسميه فاكتور وال 2 اسمها فاكتور. ال 14 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 7. هل في كومون فاكتورز مشتركه ما بين هنا وهنا؟ ال 2 اهي واهي. نعمل ايه؟ نعمل لها كانسليشن من هنا ومن هنا. طب اكنسل ازاي؟ بالديفيجن. يبقى اقول كده 14 ديفايدد 2 يديني 7، 2 ديفايدد 2 يديني 1. اوكي اشرحها تاني عشان اللي ما فهمش في الدرس يفهمها هنا. يبقى 1 تايمز 1 يديني 1، و 3 تايمز 7 يديني 21. يلا اللي بعد كده 2 ديفايدد 2 يديني 1، 4 ديفايدد 2 يديني 2، 1 تايمز 2 يديني 2، 1 تايمز 5 يديني 5. وانا كده متاكد ان دي في السمبلست فورم. يلا هنا نفس الكلام، نشوف ال 2 وال 4 نختصر على طول. 2 ديفايدد 2 يديني 1، 4 ديفايدد 2 يديني 2. يبقى 1 تايمز 1 ب 1 و 5 تايمز 2 ب 10. هنا قلنا ال 3 على طول هتشتغل مع ال 9. 3 ديفايدد 3 يديني 1، 9 ديفايدد 3 يديني 3. ها ال 4 وال 8 الاثنين في تابل 4، يبقى 4 ديفايدد 4 يديني 1 و 8 ديفايدد 4 يديني 2. يبقى انا عندي 1 تايمز 2 يديني 2، 1 تايمز 3 يديني 3. يلا اللي بعد كده ال 3 وال 27 الاثنين في تابل 3. 3 ديفايدد 3 يديني 1، 27 ديفايدد 3 ها 3 تايمز كام يديني 27؟ 3 تايمز 9. برافو. طيب يلا ال 4 وال 20، 4 ديفايدد 4 يديني 1، 20 ديفايدد 4 يديني كام؟ يديني 5. يبقى 1 تايمز 5 يديني 5، 1 تايمز 9 يديني 9. وانا متاكد ان دي في السمبلست فورم. ليه؟ علشان عملنا سمبليفيكيشن قبل ما نشتغل. يلا هنا ال 3 وال 9 خلاص حفظنا. 3 ديفايدد 3 يديني 1، 9 ديفايدد 3 يديني 3. 4 و 16 نحفظها بقى. 4 ديفايدد 4 يديني 1، 16 ديفايدد 4 يديني 4. يبقى 1 تايمز 1 يديني 1، و 3 تايمز 4 تديني 12. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي مالتبلاي زين رايت ذا ريزلت ان اتس سمبلست فورم، يعني هنعمل سمبليفيكيشن الاول. ولو طلع عندك امبروبر فراكشن خليها لي ميكسد نمبر. يلا هنا خلاص بقى عرفنا ان ال 15 دي موجوده فوق. يبقى نعمل ايه؟ 5 ديفايدد 5 يديني 1، 15 ديفايدد 5 تديني 3. 3 تايمز 3 تديني 9، وال 1 ينزل. يعني ايه ينزل؟ ان هنا في 1، 1 تايمز 1 يديني 1. ها 9 ديفايدد ال 1 تديني 9. اللي بعديها عندي يا مستر ميكسد حوله على طول امبروبر ما تستناش. 1 تايمز 3 بلس 2 ده تايمز ده بلس ده. 1 تايمز 3 ب 3 بلس 2 يديني 5، يبقى 5 divided 3 تايمز مين؟ الفراكشن الثاني 3 اوفر ال 10. يلا 3 و 3 انتقلوا مع بعض على طول، ده يديني 1 ده يديني 1. يعني ايه يا مستر ده يديني 1 وده يديني 1؟ ما انا عملت ده divided 3 يديني 1 وده divided 3 يديني 1. بعد كده هتلاقيني بشتغل بسرعه، هقول لك ده يديني 1 وده يديني 1. اوكي؟ يلا 5 divided 5 يديني 1، 10 divided 5 تديني 2. 1 تايمز 1 يديني 1، 1 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 2. يلا اللي بعديها ميكسد نمبر، ده تايمز ده بلس ده. 7 تايمز 2 14 بلس 1 15، يبقى 15 ديفايدد 2 تايمز 2 ديفايدد 15. تخيلوا بقى يا اولاد لو احنا مش هنعمل سمبليفيكيشن، هنعمل 15 تايمز 2 تطلع 30، وتحت 2 تايمز 15 تطلع 30، وبعد كده نقول 30 ديفايدد 30 يديني 1. يبقى انا السمبليفيكيشن بيوفر عليا الشغل في المساله. لما انا اشوف 2 و2 واقول ديفايدد 2 يديني 1 وديفايدد 2 يديني 1، وهنا 15 و15، ال15 ديفايدد 15 تديني 1، و15 ديفايدد 15 تديني ايه؟ 1. يبقى انا كده خلصت المساله، هتديني 1 اوفر ال1 اللي هي كام؟ اللي هي 1. يلا اللي بعديها ده تايمز ده بلس ده. 8 تايمز 4 32 بلس 3 35،
يبقى 35 divided 4 times 2 divided 7. 2 divided 2 تديني 1, 4 divided 2 تديني 2, 7 divided 7 يديني 1, 35 divided 7 تديني كام؟ تديني 5. اللي هي تديني كام؟ تبقى 5 over 2. ناخد بالنا بقى 5 over 2 ينفع اسيبها كده؟ ما ينفعش، ده امبروبر. طيب 5 divided 2 تديني كام؟ تديني 2، لان 2 توصلني لحد ال 4 ويتبقى كام؟ يتبقى 1 divided 2. يلا اللي بعد كده نحول الميكسد لامبروبر، يبقى انا عندي هنا 4 divided 5 times 12 times 2 24 plus 1 25 divided 2. يلا 2 divided 2 تديني 1، 4 divided 2 تديني 2، 5 divided 5 يديني 1، 25 divided 5 تديني 5 اللي هي 10 divided 1 اللي هي 10. يلا اللي بعد كده 3 over 4 times 8 times 3 24 plus 2 26 divided 3. 3 divided 3 يديني 1، 3 divided 3 يديني 1. ها ال 4 وال 26، هل ال 26 في تيبل 4 يا اولاد؟ لا، لكن هما الاثنين في تيبل 2، يبقى نعمل لل 4 divided 2 يديني 2 وال 26 divided 2 يديني 13. طب انا عرفت ازاي ان ال 26 divisible by 2؟ عشان اولها even، يبقى ده هيديني كام؟ هيديني 13 divided 2، ما ينفعش اسيبها كده. ال 13 يا اولاد فيها كام 2؟ فيها 6، لان هي عباره عن كده، عباره عن 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 1. كل دول كام؟ دول 6، يبقى هتديني 6 ويتبقى 1 اوفر الايه؟ اوفر ال. يلا هنا 2 تايمز 3 يديني 6 بلس 2 يديني 8، يبقى 8 ديفايدد 3 تايمز كام؟ 6 اللي هي 6 اوفر 1. يلا 3 ديفايدد 3 يديني 1، 6 divided 3 يديني 2 تديني 16 over 1 اللي هي ايه يا مستر؟ ليه 16 على طول؟ يلا اللي بعديها 4 times 6 24 plus 5 29، يبقى 29 divided 6. ها ال 6 وال 8 في تيبل 2، 6 divided 2 تديني 3 و 8 divided 2 تديني 4، تديني كام؟ اه هنا بقى نعملها بقى 9 تايمز 4 36، 6 ونكاري اب 3، 2 تايمز 4 تديني 8 ومعايا 3 يبقى 11 ديفايدد كام؟ ديفايدد 3. ينفع نسيبها كده؟ لا ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ نعمل ديفيجن. عندي نوعين من الديفيجن، يا اما نعملها لونج ديفيجن يا نعملها كده على طول. يلا نشوف الطريقتين. اول طريقه نبدا الديفيجن من الليفت، 1 ديفايدد 3 ينفع؟ ما ينفعش. اعمل ايه؟ اخد اول 2 ديجيتس اللي هم دول من الليفت، 11 ديفايدد 3 اقرب حاجه لل 11 في تيبل 3 ال 9 بتيجي منين؟ 3 تايمز 3 يبقى 11 ديفايدد 3 يديني 3. يبقى كام علشان اوصل لل 11؟ يبقى 2. يبقى ال 2 دي نحطها ريميندر. الريميندر احطه فين؟ جنب ال 6 كده. يبقى 26 ديفايدد 3 يديني كام؟ اقرب حاجه لل 26 في تيبل 3 24 بتيجي من ال 8، يبقى نكتب 8 ويبقى 2 ديفايدد كام؟ 3. طب عايزين طريقه ثانيه نعمل لونج ديفيجن. ادي كده ال 3 وادي ال 116. 1 ديفايدد 3 ما ينفعش، ناخد اول 2 ديجيتس. 11 ديفايدد 3 تديني 3، 3 تايمز 3 يديني 9. نعمل سبتراكشن، 11 minus 9 يديني 2، يلا ندروب داون ال 6، 26 divided 3، طالما نزلت لازم هكتب حاجة فوق، 26 divided 3 تديني 8، 8 times 3 تديني 24، يلا نعمل subtraction تديني 2، يبقى أنا كده خلصت المسألة، يعني ال 116 divided 3 تديني 38 whole ones، ويبقى عندي remainder، الريميندر اسمه إيه؟ اسمه 2. 2 خلاص؟ لا 2 over 3. يلا المسألة اللي بعد كده نحول الميكسد لإمبروبر، 3 times 2 6 plus 1 7 يبقى 7 over ال 2، الكلام ده times، 2 times 7 14 plus 2 16، 16 divided 7،
اول ما نشوف في السيمبليفيكيشن تو نمبرز زي بعض نفرح جدا، لان انا هطيرهم مع بعض. يعني ايه كلمه اطيرهم مع بعض؟ اعمل ديفيجن على نفس النمبر. 7 ديفايدد 7 يديني 1، 7 ديفايدد 7 يديني 1. طب لو كان 100 هعمل 100 ديفايدد 100، وهعمل هنا برضو 100 ديفايدد 100. يعني اي تو نمبرز زي بعض هنطيرهم مع بعض على طول ونكتب مكانهم 1. يلا 2 ديفايدد 2 تديني 1، 16 ديفايدد 2 يديني 8، 1 تايمز 8 يديني 8، 1 تايمز 1 يديني 1. نسيبها كده؟ لا طبعا، 8 ديفايدد 1 يديني 8. اللي بعديها 5 تايمز 3 15 بلس 1 16 ديفايدد 3 تايمز 3 تايمز 8 24 بلس 3 27 ديفايدد كام؟ ديفايدد 8. طبعا انا عارف ان كلكم شطار في التايم تيبلز، يعني لما نيجي نشوف ال 8 وال 16 محدش يقول لي يا مستر هعمل هنا ديفايدد 2 وهنا ديفايدد 2، او هعمل ديفايدد 4 وديفايدد 4. انت عندك ال 8 كلها موجوده جوه ال 16، لان ال 16 عباره عن 8 تايمز 2 وال 8 عباره عن 8 تايمز 1. يبقى نعمل ديفايدد 8 على طول عشان نطير ال 8 مع ال 8 اللي هنا. يبقى 8 ديفايدد 8 يديني 1، و 16 ديفايدد 8 يديني 2. يبقى انا لما اجي اعمل ديفيجن يا اولاد دايما اعمله على الهايست كومن فاكتور، اللي هو ايه؟ اللي هو ال HCF. ليه؟ لان لو عملت على حاجه تانية هضطر اعمل تاني. يعني لو جيت هنا ال 8 عملت لها ديفايدد 2 هتديني 4، وال 16 ديفايدد 2 هتديني 8، هرجع اشتغل مع ال 4 وال 8 تاني. فاحنا من اول مره نعمل ديفيجن على الهايست كومن فاكتورز اللي موجوده ما بين فوق وما بين تحت. في ايه تاني؟ 3 ديفايد 3 يديني 1، 27 ديفايد 3 تديني 9، تديني 18 ديفايد ال 1 اللي هي 18. يلا اللي بعد كده 2 تايمز 2 4 بلس 1 5، يبقى 5 ديفايد 4 تايمز كام؟ 1 تايمز 10 يديني 10 بلس 1 يديني 11، يبقى 11 اوفر ال 10. يلا 5 ديفايدد 5 يديني 1، 10 ديفايدد 5 يديني 2، 1 تايمز 11 يديني 11، 4 تايمز 2 يديني 8. نسيبها كده يا اولاد، ده امبروبر يا اولاد ما ينفعش. طب نعمل ايه يا مستر؟ نحوله لميكسد، نشوف ال 11 جواها كام 8. ال 11 عباره عن 8 بلس 3، يعني جواها 8 واحده ويتبقى 3 اوفر ال 8. او ممكن نقول 11 اوفر ال 8 تديني 1 ويتبقى 3 اوفر ال 8. يلا اللي بعد كده 3 تايمز 2 6 بلس 1 7، يبقى 7 اوفر 2 تايمز 1 تايمز 6 ب 6 بلس 2 8، يبقى 8 ديفايدد 6. عندي 2 وعندي 8، 2 ديفايدد 2 تديني كام؟ تديني 1، و 8 ديفايدد 2 تديني 4. اه ناخد بالنا بقى، ال 8 اشتغلت مره مع هنا بس ال 4 جواها 2 وال 6 برضه جواها 2، يبقى 4 ديفايدد 2 يديني 2 وال 6 ديفايدد 2 يديني 3. يعني ممكن واحد يشتغل مع واحد ويشتغل مع الثاني كمان، لان ال 8 دي جواها ايه؟ ال 8 دي عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2. 2 ديت اشتغلت مع ال 2 ديت، وال 2 ديت اشتغلت مع ال 2 اللي موجوده مع ال 6. تمام؟ يبقى كام عندي؟ 7 تايمز 2 14، 1 تايمز 3 يديني 3. يلا نعمل ديفيجن 14 ديفايدد 3، مين اقرب حاجه في تيبل 3 لل 14؟ ال 12 يا مستر. ال 12 دي بتيجي من 3 تايمز ايه؟ 3 تايمز 4 يا مستر، يبقى اكتب ال 4 هنا. طب لما اوصل لل 12 فاضل لي قد ايه؟ واروح لل 14 فاضل لي 2، ويتبقى كام؟ ويتبقى 3. طب احنا عايزين نوضح اكتر، نشوف كده ال 14 جواها كام 3؟ 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3، كده وصلنا لل 12 بلس كام؟ بلس 2. يبقى جواها كام 3؟ جواها 4، ويبقى كام؟ يبقى 2 اوفر 3. يلا اللي بعديها 5 تايمز 2 ب 10 و 1 11، يبقى 11 ديفايدد 2 تايمز 1 تايمز 11 ب 11 بلس ال 4 15، يبقى 15 ديفايدد 11. طالما شفنا تو نمبرز زي بعض اشطب كده، ده يديني 1 ده يديني 1. يعني ايه ده يديني 1 وده يديني 1؟ عملنا ديفيجن، يعني ال 11 دي عملت لها ديفايدد 11 اداني 1،
وال11 دي عملت لها ديفايدد 11 اداني 1. يعني ايه برضو؟ يعني عملنا كانسليشن، طيرنا الكومون فاكتورز اللي موجوده هنا وهنا مع بعض. تمام؟ يلا 1 تايمز 15 يديني 15، 2 تايمز 1 يديني 2، ها 15 ديفايدد 2 يديني 7 اند 1 اوفر 2. اللي بعديها 3 تايمز 5 15 و 2 17، 17 ديفايدد 5 تايمز 4 تايمز 2 8 بلس 1 9، 9 ديفايدد 2. اه ناخد بالنا ما عنديش فاكتورز خالص ما بين هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. يبقى نعمل ملتيبليكيشن فوق وتحت، تحت يديني 10، 5 تايمز 2 10. طب يلا فوق بنعمل ملتيبليكيشن من الرايت وديفيجن من الليفت، الحاجات دي مهمه جدا يا اولاد وخدناها السنه اللي فاتت. 7 تايمز 9 63، حط ال 3 ونكاري اب 6، 1 تايمز 9 ب 9 بلس ال 6 15. ها اي حاجه ديفايد ال 10 يا اولاد نعملها ازاي؟ يعني بسرعه هيبقى 15.3 اللي هي ايه؟ اللي هي 15 و3 اوفر الايه؟ ال 10. يلا اللي بعد كده بيقول لي multiply then write the result in its simplest form. هنتفق مع بعض يا اولاد اي multiplication لازم احطه في السمبلست فورم حتى لو مش قايل لي. خلاص يلا هنا اعمل ايه؟ ال 0.25 نحولها لفراكشن ازاي؟ هل الدينومينيتور يبقى 10 يا اولاد؟ ها 10؟ لا طبعا ما يبقاش 10، امال يبقى ايه؟ يبقى 100. ليه 100؟ عشان عندي الديسمال بوينت افتر 2 ديجيتس ونحط فوق ايه؟ 25. الكلام ده هيبقى تايمز ايه؟ تايمز 4 اوفر ال 5. السنه اللي فاتت خدنا حاجات مهمه قوي وقلت لكم لازم تعرفوا ان ال 4 تايمز 25 تديني كام؟ تديني 100. يعني ال 100 دي جواها 4 وجواها 25. يعني ال 100 دي كده موجود جواها ايه؟ موجود جواها ال 4 وموجود جواها ال 25. يعني لو قلنا 100 ديفايدد 4 يبقى هنكنسل ال 4 من هنا وديفايدد 4 فوق يديني كام؟ يديني 1. وممكن اقول 25 ديفايدد يديني 1 وال 25 ديفايدد يديني 1. يتبقى عندي ايه؟ يتبقى 1 اوفر الايه؟ اوفر ال 5. هل ممكن نعملها بطريقه ثانيه؟ ممكن. لو انا عندي 25 كده divided 100 times ال 4 over ال 5، احنا متعودين ان ال 5 وال 25 بيشتغلوا مع بعض على طول، فهنشوف ال 5 divided 5 تديني 1 وال 25 divided ال 5 تديني كام؟ تديني 5. طيب ال 4 احنا عارفين ان ال 4 تشتغل مع ال 100 هنا تديني 25، يبقى 4 divided 4 يديني 1 و 100 divided 4 تديني 25. الله عندي 5 و 25 تاني نشغلهم مع بعض، يبقى 5 divided 5 يديني 1، 25 divided 5 يديني 5، يبقى الناتج عندي 1 over 5. يلا اللي بعد كده نحول ده لفراكشن، يبقى عندي 4 over 20 الكلام ده تايمز 8 over 10. ناخد بالنا يا اولاد ان النيوميريتور ده مش شرط اعمل له كانسليشن مع ده، ممكن اشتغل مع ده برضه. يعني النيوميريتور ممكن يحصل له سمبليفيكيشن مع الدينوميتور بتاعه. 4 ديفايدد 4 يديني 1، 20 ديفايدد 4 يديني كام؟ يديني 5، وال8 جواها 2، 8 ديفايدد 2 يديني 4، و10 ديفايدد 2 تديني كام؟ تديني 5، اللي هي 4 اوفر ال 25. طيب هل ممكن نعملها بطريقه ثانيه؟ اه ممكن. ال 4 اوفر ال 20 نحولها ديسمال، يعني خليها اوفر 10. ال 20 عشان اوصلها ل 10 اعمل ديفايدد 2، يبقى نعمل لل 4 ديفايدد 2 تديني كام؟ تديني 2، يبقى تديني 0.2. يبقى ال 4 اوفر 20 بكام؟ ب 0.2 تايمز كام؟ 0.8 اللي هي كام؟ 2 تايمز 8 16، والديسمال بوينت افتر 2 ديجيتس من الرايت يبقى تديني 0.16. يا مستر هي دي زي دي؟ اه دي زي دي بالظبط، لان دي عباره عن كام؟ عباره عن 16 اوفر ال 100. لو عملنا فوق divided 4 تديني 4 وتحت divided 4 يديني كام؟ 25. يلا اللي بعديها 3 over 5 اللي هي كده times ال 1.5 نحولها ازاي لفراكشن؟ انا عندي هنا الديسمال بوينت بعد 1 digit بس، يبقى نحط تحت كده 10 ونكتب فوق 15. يلا نسمبليفاي، ده يديني 1 ده يديني 3 اللي هي كام؟ اللي هي 9 over 10.
اللي بعديها هنا 0.6 اللي هي كام؟ اللي هي 6 over ال 10 times 2 times 2 4 plus 1 5 over ال 2 5 divided 5 يديني 1 10 divided 5 تديني 2 2 divided 2 يديني 1 6 divided 2 تديني 3 تديني كام؟ 3 over ال 2 ده improper اللي هي 1 and 1 over ال 2 exercise 6 بيقول لي multiply then write the result in its simplest form. نيجي نبص ايه ده يا مستر؟ ده 3 fractions ينفع نعملهم multiplication؟ اه ينفع. الله طب ال 3 هنا يا مستر وال 9 بعيد ده في الفراكشن اللي بعد ده، اقول لك مفيش مشكله خالص، ممكن اقول 3 divided 3 يديني 1 و 9 divided 3 يديني 3. ودي الحاجه الحلوه يا اولاد اللي موجوده في المالتيبليكيشن بتاع الفراكشنز، ان انا لو عندي منهم كتير قوي ممكن اقعد اشتغل فيهم سمبليفيكيشن وفي الاخر يبقى لي حاجات صغيره. طيب في عندي ايه تاني؟ ال 5 وال 15، 5 divided 5 يديني 1، 15 divided 5 يديني 3. ايه كمان؟ 8 divided 8 يديني 1، 16 divided 8 يديني كام؟ يديني 2. ناخد بالنا بقى، انا عندي هنا 3 برضو ظهرت وعندي 3 تانية فوق، يبقى نطيرهم مع بعض. 3 divided 3 يديني 1 و 3 divided 3 يديني 1، يبقى عندي فوق ايه؟ 1 times 1 times 1 يديني 1، وتحت 1 times 2 times 1 يديني 2. يلا اللي بعديها نبص لل 7 وال 21. طبعا كلنا عارفين ان 21 عباره عن 3 times 7، يبقى 7 divided 7 تديني 1، 21 divided 7 يديني كام؟ يديني 3. ابص على ال 5 وال 35، 5 divided 5 يديني 1، 35 divided 5 يديني 7. ها ال 2 وال 3، 2 times 3 يديني 6، يبقى هما الاثنين يروحوا مع الايه؟ مع ال 6. نعملها بالراحه، 2 divided 2 يديني 1، 6 divided 2 تديني كام؟ 3. وعندي 3 هنا و 3 هنا، 3 divided 3 يديني 1، 3 divided 3 يديني 1. ده يدينا كام؟ فوق يتبقى 1 وتحت يتبقى 7. يلا اللي بعديها، الاول ده نحوله يعني هت equal زي كده 1 over 25 times 50 divided 1 times 25 over 100. يلا بعنينا 25 في زيها، نطيرهم مع بعض على طول ونحط مكانهم 1. طيب ناخد بالنا يا اولاد، اول ما نشوف حاجه اولها زيرو وفي عندي حاجه اولها زيرو، بنطير الزيرو مع الزيرو. طب هو يعني ايه كلمه نطير الزيرو مع الزيرو؟ لما كنسل الزيرو مع زيرو انا كده عملت ايه؟ عملنا divided 10. لما اعمل كده 50 divided 10 يديني 5، ولما اعمل لل 100 divided 10 يديني كام؟ يديني 10. اوكي؟ يبقى هنتفق مع بعضينا لما نشوف زيروز فوق وزيروز تحت نشطبهم مع بعض اكني عملت divided 10. طيب في عندي 5 ويبقى 10، 5 divided 5 يديني 1، 10 divided 5 تديني كام؟ تديني 2. يبقى عندي ايه فوق؟ 1 و 1 و 1 كلهم تايمز بعض يدوني 1، 1 تايمز 1 تايمز 2 يديني 2. اللي بعديها يلا نحول ده 6 اوفر 10 اللي جنبها تايمز 20 اوفر ايه؟ اوفر 1. بعد كده 2 ديفايدد ال 5 زي ما علمتكم، لو شفنا زيروز نكنسلها مع بعض، يعني ده كده يروح مع ده كده. ناخد بالنا طيرنا زيرو واحد بس يروح مع زيرو واحد بس، لو هنا كان في 2 ما ينفعش اطير الاثنين مع واحد، لا لو هنا في 2 يروحوا مع الاثنين. اوكي؟ طيب ايه اللي متبقي؟ عندي هنا 5 وهنا 2 و2 و6، مفيش اي كومونز. يبقى 6 تايمز 2 12 تايمز 2 24، يبقى 24 ديفايدد ال 5 تديني كام؟ 24 فيها كام 5؟ فيها 4، توصلني لل 20 ويبقى 4 اوفر ال 5. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. Exercise 7 بيقول لي find the result of each of the following. هنا يا اولاد هنتعلم حاجه جديده، ان كلمه of معناها في الماثيماتكس تايمز، دي مهمه قوي. يعني لما نشوف كده 1 third of 2 thirds دي معناها 1 over 3 times 2 over 3، ودي هتقابلنا كتير في الورد بروبلمز، هنلاقي كلمه of دي كتير. يبقى اي اوف نقابلها في الماثيماتكس نعرف على طول ان هي ملتبليكيشن. ها ده يدينا كام؟ ده يدينا 2 اوفر ال 9. هنا نعمل ايه؟
نترجم على طول نقول 2 over 3 times 3 over 5. ده يديني 1 ده يديني 1 يبقى معايا 2 over 5. اللي بعديها 4 fifths of 25 يعني ايه؟ يعني 4 over 5 times 25. ها؟ ده يديني 1 ده يديني 5. 4 times 5 يديني كام؟ يديني 20. Exercise 8 بيقول لي choose the correct answer between brackets. طبعا هنحل المسألة عادي خالص والإجابة اللي تطلع نختارها. يلا ده mixed نحوله improper. 7 times 2 14 plus 1 15 يبقى 15 divided 2 times 1 over 15. 15 divided 15 يديني 1 و 15 divided 15 يديني 1. زي ما اتفقنا أي 2 numbers زي بعض نعمل لهم cancellation يديني 1 over L2. يلا هنا 4 times 2 يديني 8 plus 1 9 يبقى 9 divided 2 times 2 times 3 يديني 6 plus 2 يديني 8 يبقى 8 divided كام؟ divided 3. 3 divided 3 يديني 1 9 divided 3 يديني 3 2 divided 2 يديني 1 و 8 divided 2 يديني 4. 3 times 4 12 divided 1 اللي هي كام؟ اللي هي 12. يلا اللي بعديها ده 4 times 2 8 plus 1 9 يبقى 9 divided 2 الكلام ده times هنا هيبقى 8 over 27. 27 عبارة عن 3 times 9 يبقى 9 دي هتتكنسل مع 27 دي. 9 divided 9 يديني 1. 27 divided 9 يديني كام؟ يديني 3. وهنا 2 divided 2 يديني 1 و 8 divided 2 تديني 4 يبقى الانصر عندي 4 over 3 اللي هي 1 و 1 over كام؟ over 3. اللي بعديها يلا 3 times 2 6 plus 1 7 يبقى 7 divided 2 كلام ده times. 2 times 2 is 4 plus 1 5 يبقى 5 divided 2 مفيش اي simplification. 7 times 5 35. 2 times 2 يديني 4. أقرب حاجة في table 4 لل 35 32 بتيجي من ال 8 ويبقى كام؟ 3 over 4. اللي بعديها هنا في cancellation كتير. ال 5 هتتكنسل مع ال 5. ال 7 هتتكنسل مع ال 7. 4 divided 4 يديني 1. 8 divided 4 يديني 2. يبقى اللي يبقى عندي 1 over 2. هنا 2 divided 2 يديني 1. 4 divided 2 تديني 2. ال 2 ديت تتكنسل مع ال 2 ديت يبقى عندي فوق 1 يبقى عندي تحت 15. يلا اللي بعديها كل دول لازم يتحولوا. 1 times 4 يديني 4 plus 1 يديني 5 يبقى 5 over 4 كلام ده times. 1 times 5 ب 5 plus 1 يديني 6. 6 over 5 كلام ده times. 1 times 6 ب 6 plus 1 7. 7 divided 6 دي كده تروح مع دي كده ودي كده تروح مع دي كده يبقى عندي ايه؟ يبقى 7 divided 4 اللي هي كام؟ اللي هي 1 و 3 over 4. تعالوا مع بعضنا نشوف جزئية مهمة جدا، والنوعية دي من المسائل بتتكرر كتير وبتعتمد على ان احنا عارفين معنى كلمة of وعارفين الconversion between اليونت اللي هو مديها لنا واليونت اللي هو عايزنا نطلع الناتج بتاعها. هنا بيقول لي ايه؟ 3 quarters of an hour equals how many minutes؟ احنا قلنا of يعني ايه؟ يعني times، يعني دي اكنها 3 over 4 times. times ايه بقى؟ هل ال hour اكتب 1؟ هو عايز يحولها لل minutes. يبقى نكتب كده الاور فيها كام minutes؟ فيها 60. يبقى هي دي الفكرة بتاعت المسألة. دي اللي هي عاملة ازاي؟ عاملة كده 3 divided 4 times 60 divided كام؟ divided 1. يلا نعمل division. ال 60 اولها even وال 4 اولها even. نعمل لها divided 2. 4 divided 2 يديني 2. 60 divided 2 تديني 30. نيجي نبص برضو 30 اولها even وال 2 even.
2 divided 2 يديني 1 و 30 divided 2 تديني كام؟ تديني 15. طبعا في ناس حافظه ان ال 4 تايمز 15 تديني 60 على طول. دول هيعملوا ايه؟ على طول من الاول هيقولوا 4 divided 4 يديني 1 و 6 divided 4 تديني 15. يبقى عندي فوق ايه؟ يبقى عندي هنا ال 3 وال 15 وتحت عندي 1 و 1. يبقى فوق عندي 3 تايمز 5 15 5 ونكاري اب 1. 3 تايمز 1 يديني 3 بلس 1 يديني 4 وتحت عندي 1 اللي هي كام؟ 45 ايه؟ 45 minutes. يلا اللي بعديها نفس الكلام. 3 forces of a meter يعني 3 over 4 تايمز المتر. هنكتب مكانه 1؟ لا، اكتب مكانه هو في قد ايه من السنتيمترز عشان هو عايزنا نطلع بالسنتيمترز، فنكتب تايمز 100. طيب لو كان جاب لي هنا ديسيمتر كنا هنعمل تايمز 10. تمام؟ طب دي هتيكوالز ايه؟ 3 اوفر ال 4 تايمز 100 ديفايدد 1. يلا احنا عارفين ان ال 100 عباره عن 4 تايمز 25. 4 ديفايدد 4 يديني 1، 100 ديفايدد 4 يديني 25. يلا 3 تايمز 5 15 5 وهنكاري اب 1. 3 تايمز 2 يديني 6 و 1 يديني 7. يبقى ال 3 quarters of a meter ده عبارة عن 75 centimeters. اللي بعديها نفس الكلام، هتبقى 4 over ال 5 times كام؟ الكيلو جرام. في كام جرام؟ في 1000، يبقى times 1000 هتيكوالز ايه؟ احنا عارفين ان 1000 عبارة عن 5 times 200. يبقى 5 divided 5 يديني 1، و 1000 divided 5 يديني 200. لما بنيجي نعمل multiplication باي حاجه فيها زيروز ننزل الزيروز الاول. عندي هنا 1 2 ننزلهم على الموست رايت. يبقى عندي 2 و 4، 2 تايمز 4 يديني 8. يبقى 800 جرامز. اللي بعديها 5 over 6 تايمز المانث والدايز. المانث في كام دايز؟ في 30. يلا 6 divided 6 يديني 1، 30 divided 6 يديني 5. 5 times 5 25. يبقى 5 over 6 of a month فيها كام days؟ فيها 25 days. اللي بعديها بيقول لي 2 thirds of 1 hour فيها كام minutes؟ 2 thirds يعني 2 over 3. Of يعني times. 1 hour فيها كام minutes؟ فيها 60. اللي هي 2 divided 3 times 60 divided 1. ال 60 divisible by 3. 3 divided 3 يديني 1. ها 6 divided 3 يديني 2 والزيرو ينزل. يبقى معايا كام؟ 2 و 20. 2 times 20 ينزل الزيرو، و 2 times 2 يديني 4. يبقى 40 minutes. اللي بعديها 2 fifths of 1 kilometer. 2 fifths يعني 2 over ال 5. of يعني multiplication. 1 كيلومتر في كام meters؟ في 1000 meters. ليه هتديني كام؟ احنا قلنا 5 divided 5 يديني 1، 1000 divided 5 يديني 200. ها ننزل ال 2 zeros و 2 times 2 يديني 4. اللي بعديها لازم نحول الفراكشن ده ل improper. 2 times 4 8 plus 3 11. يبقى 11 divided 4. 11 divided 4 of the years يعني times the years. نشوف ال 1 year فيها how many months؟ فيها 12. يبقى كأنها 11 divided 4 times 12 divided 1. ده يديني 1، ده يديني 3. 11 times 3 ب 33. تمام؟ يبقى هنا 33 months. اللي بعديها 1 and a quarter of a days equals how many hours؟ لازم نخلي ده improper. 1 times 4 ب 4 plus 1 5. يبقى 5 over 4 days فيهم how many hours؟ نعمل times كام؟ times 24. لأن الday في 24 hours. 4 divided 4 يديني 1. 24 divided 4 يديني 6. 5 times 6 equals 30. يبقى الحل عندي 30 hours. يلا اللي بعديها
هنا 3 and quarter Egyptian pound فيها كم بيسترز؟ يلا 3 times 4 12 plus 1 13 divided 4 times كام؟ times 100. ليه 100؟ علشان الايجيبشن الاي equals 100 بيسترز، يبقى هي equals كام؟ 4 divided 4 يديني 1، 100 divided 4 يديني 25. نيجي في الدرافت نعمل كده 25 times 13، 3 times 5 15 5 وهن carry up 1، 3 times 2 6 1 يديني 7 حط 0، 1 times 5 ب 5، 1 times 2 ب 2. هنا 5 12 2 هن carry up 1 وبعد كده نحط 3، يبقى هت equals معانا 325، يبقى دي 325 بيسترز. هنا 1 and 3 fifths years فيها how many days؟ ناخد بالنا بقى، ده انا هحول من الير للدايز. هل التايم يونتس اللي عندنا الير بعديها على طول الدايز، ولا الير بتروح للمانث والمانث هو اللي بيروح للايه؟ للدي. يبقى انا عشان احول من الير للمانث لازم اعمل تايمز 12، ومن المانث للدايز لازم اعمل تايمز ايه؟ تايمز 30. يبقى الفراكشن ده هعمله تايمز 12 وتايمز 30. ازاي؟ 1 تايمز 5 يديني 5 بلس 3 يديني 8، يبقى 8 اوفر ال 5 هيبقى تايمز 12 ديفايدد 1 تايمز 30 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 1. يلا نعمل سمبليفيكيشن، 5 ديفايدد 5 يديني 1، 30 ديفايدد 5 يديني كام؟ يديني 6. ها نعمل ايه؟ يلا 8 تايمز ال 6 يديني 48، يبقى 48 تايمز ال 12 تدينا كام؟ يلا نعمل مالتيبليكيشن هنا في الدرافت، 2 تايمز 8 16، 6 وهنكاري اب 1، 2 تايمز 4 ب 8 و 1 يديني 9. نحط الزيرو، 1 تايمز 8 ب 8، 1 تايمز 4 ب 4. من عندي هنا 6 7 اند 5. يبقى 576 days. Exercise 10 بيقول لي put the suitable relation greater than, smaller than or equal in the blanks. يلا نشوف مع بعضينا. هنا نعمل simplification، 9 divided 9 يديني 1، 9 divided 9 يديني 1، يبقى هنا 8 وعندي هنا 8 يبقى الاثنين equals. هنا 5 divided 5 يديني 1، 15 divided 5 يديني 3، يبقى السايد ده فيه كام؟ 1 times 3 يديني 3، السايد ده فيه 3، وهنا ده يديني 1، ده يديني كده 4، يبقى السايد ده فيه كام؟ فيه 4، يبقى 3 is less than 4. يلا هنا 4 divided 4 يديني 1، 4 divided 4 يديني 1، يبقى هنا فيه ايه؟ هنا فيه 1 over 5. طيب وهنا 2 divided 2 يديني 1، 2 divided 2 يديني 1 اللي هو هيديني كام؟ 1 over 5، يبقى الاثنين زي بعض. يلا نشوف هنا 3 divided 3 يديني 1، 9 divided 3 يديني 3، 4 divided 4 يديني 1، 8 divided 4 يديني كام؟ يديني 2، يبقى هنا في 2 over 3، وهنا 2 divided 2 يديني 1، 4 divided 2 يديني كام؟ يديني 2. يبقى 2 over 3 ولا 2 over 9؟ احنا قلنا لما يكون النيوميريتورز ايكوال اللي ليه دينوميريتور صغير هو الكبير. يلا هنا ال 8 هتروح مع ال 8، 3 ديفايدد 3 يديني 1، 9 ديفايدد 3 يديني 3، يبقى هنا في كام؟ يبقى عندي هنا 1 ثيرد، وهنا ال 4 هتروح مع ال 4، يبقى عندي كام؟ 3 اوفر ال 5. ما ينفعش اعمل كومبير كده، امال اعمل ايه؟ نشوف الليست كومن مالتيبل بتاع ال 3 وال 5 ونحولهم هما الاثنين لايكويفالنت فراكشنز ليهم نفس الدينومينيتور. طيب الليست كومن مالتيبل ليهم 15، هنا 15 وهنا 15، ال 3 علشان تبقى 15 تعملها تايمز 5، يبقى نعمل 4 تايمز 5، 1 تايمز 5 يديني 5. ها ال 5 علشان تبقى 15 تعملها تايمز 3، نعمل لل 3 تايمز 3 تديني كام؟ تديني 9، يبقى ده للزن ده. يلا هنا لازم اغير دي الاول، يبقى دي 3 over 8 times 1 times 5 يديني 5 plus 3 يديني 8،
دي كده تديني 1 دي كده تديني 1. طيب الناحية التانية عندي 3 over 50. تو فراكشنز ليهم نفس النيوميريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. يلا اللي بعديها، يلا نحول الميكسد. 5 تايمز 2 10 1 يديني 11. 11 ديفايدد 2 تايمز 4 اوفر 11 ده يديني 1 ده يديني 1. 2 ديفايدد 2 يديني 1. 4 ديفايدد 2 يديني 2. هنا في 2 وهنا في 1 يبقى ده الجريتر. يلا هنا 3 ديفايدد 3 تديني 1. 6 ديفايدد 3 تديني 2. يبقى انا عندي هنا 2 اوفر 7. الناحيه الثانيه الكومون دينومينيتور 7، يبقى انا عندي 4 ماينس 1 يديني 3. واضح جدا ان ده از جريتر. يلا اللي بعديها دي هتديني 11 اوفر 5. طب ودي تديني ايه؟ 5 اوفر 10. 5 ديفايدد 5 يديني 1. 5 ديفايدد 5 يديني 1. يبقى هنا في 11 اوفر 10 وهنا عندي 11 اوفر 10 الاثنين ايكوال. يلا 1 اوفر 2 of 30 Egyptian pound، يعني هاف ال 30 Egyptian pound، يعني 1 اوفر 2 تايمز كام؟ تايمز 30 على طول. ده يديني 1 ده يديني 15. يبقى الناتج هنا 15 Egyptian pound. طب هنا 1 اوفر 5 of كام؟ of ال 80. دي اولها 0 يبقى divisible by 5، يبقى نعمل division over 5 واحنا مطمنين. 5 divided 5 يديني 1. يلا 80 divided 5 تديني ايه؟ نقول كده 8 divided 5 يديني 1 وعندي remainder 3. 30 divided 5 يديني 6. يبقى الجزء ده عبارة عن 16 Egyptian pound. هنا 16 وهنا 15، لا يبقى السايد ده is smaller than السايد ده. يلا اللي بعديها 3 fifths of an hour، وعندي هنا بالمينتس يبقى لازم احول دي المينتس. يبقى هنا 3 over 5 times ال 60. كلنا عارفين ان 5 divided 5 يديني 1 وال 60 divided 5 تديني 12. 3 times 12 36. 36 ايه؟ مينتس. وهنا 35 يبقى دي جريتر. يلا 1 over 5 of a minute. طب انا عندي الناحيه الثانيه بالسكندز، يبقى لازم نحول المينيت دي لسكندز. ازاي نعمل تايم 60؟ يلا 5 ديفايدد 5 يديني 1. 60 ديفايدد 5 يديني 12. يبقى السايد ده في 12 سكندز وهنا في 10، يبقى السايد ده جريتر. يلا هنا 10 هافز، يعني ايه 10 هافز؟ يعني 10 تايمز 1 اوفر 2، يعني ال 1 اوفر 2 ال 1 هاف عندي منه 10. والناحيه الثانيه 20 fifths، يعني 20 times 1 over كام؟ over 5. يلا 2 divided 2 يديني 1. 10 divided 2 يديني 5. وهنا 5 divided 5 يديني 1. 20 divided 5 يديني كام؟ يديني 4. يبقى 10 halves is greater than 20 fifths. يلا هنا 30 thirds، يعني 30 times 1 over 3، يعني ال 1 third عندي منه 30. هنا 40 quarters، يعني 40 times 1 over 4، يعني الكوارتر الواحد عندي منه 40. يلا 3 divided 3 يديني 1. 30 divided 3 يديني 10. وهنا 4 divided 4 يديني 1. 40 divided 4 يديني 10. يبقى هنا 10 وهنا 10، يبقى هما الاثنين equals. exercise 11 بيقول لي find the missing numbers. الاكسرسايز ده جميل جدا وساعات بيجي منه حاجات في الامتحان. هنا عندي ميسنج نمبر، لازم ابص على البرودكت. انا عندي هنا 3 وعندي هنا 4 وعندي 12، يبقى اكيد اتعمل 3 تايمز 4 اداني ايه؟ اداني 12. يبقى هنا a تايمز 5 يديني 35 7. يلا هنا 4 تايمز 3 اداني كام؟ اداني 12. يبقى 1 تايمز ايه يديني 7؟ 1 تايمز 7. يلا اللي بعديها 3 تايمز كام تديني 6؟ 3 تايمز 2. و 5 تايمز كام تديني 15؟ تايمز 3. هنا 2 تايمز كام تديني 10؟ 2 تايمز 5. 7 تايمز كام تديني 49؟ 7 تايمز 7. يلا هنا
8 تايمز 3 يديني 15 5 و 8 تايمز 84 3 يلا هنا ده لازم نحوله امبروبر 1 تايمز 5 ب 5 بلس 1 يديني 6 يبقى 6 اوفر 5 ها تايمز كام بقى يديني 1 هو ال 1 ده يعني ايه يعني 1 فوق و 1 تحت طب علشان يكون في 1 فوق يبقى اكيد ال 6 دي راحت وبقت ايه اتعمل لها كده اتعمل لها ديفيجن وبقت 1 يبقى اكيد هنا في 6 وال 6 دي راحت مع ال 6 دي طب وهنا يبقى 5 عشان تروح مع دي يبقى لما نلاقي فراكشن تايمز حاجه تديني 1 يبقى الانسر بتاعتي نعكس الفراكشن يبقى هنا 5 ديفايدد 6 يلا اللي بعديها ده 3 تايمز 2 6 بلس 1 7 يبقى 7 ديفايدد 2 تايمز A يديني 7 ايه ده يديني 7 طب فين ال2 اللي تحت ال2 راحت طب علشان ال2 تروح لازم نحط لها واحده فوق هنا كده عشان تروح معاها وهنا نعمل ايه ال7 هتبقى لوحدها يبقى نحط لها 1 يبقى ده لما يروح مع ده يبقى 7 اوفر 1 اللي هو 7 يبقى هنا تايمز كام تايمز 2 يلا اللي بعديها 10 تايمز 4 40 بلس 1 41 يبقى دي كده 41 ديفايدد 4 تايمز A تديني 41 ال 41 موجوده؟ اه موجوده طلعت بره يبقى مش هنغير فيها حاجه خالص ال 4 دي خرجت؟ ما خرجتش يبقى لازم تتكنسل قبل ما تخرج علشان تتكنسل قبل ما تخرج لازم نحط لها واحده زيها فوق هنا كده عشان تروح معاها طب وهنا احط ايه؟ نحط 1 يبقى الفراكشن ده اسمه ايه 4 اوفر 1 اللي هو 4 يلا نشوف المساله اللي بعد كده بيقول لي the width of a rectangle الويدز اللي هو ده is 2/5 of its length if the length of the rectangle is 20 centimeters اللينس اللي هو السايد الكبير ده كده 20 centimeters طب بيقول لي الويدز بتاعه قد ايه بقى بيقول لي الويدز عباره عن 2 over 5 of the يعني times اللينس اللي هي ايه اللي هي ال 20 اللي مدهوني يبقى كل ده عباره عن الويدز يبقى انا لما اجي اكتبها واحل المساله احلها ازاي الاول اقول كده the width of the rectangle is the width of the rectangle is ايه 2 over 5 times ال 20 5 divided 5 يديني 1 20 divided 5 تديني 4 which is 8 centimeters يبقى أول حاجة في المسألة جبت الميسنج سايد السايد المفقود اللي هو الويدز حددته بالظبط عايز إيه بعد كده؟ بيقول لي find the width جبناها of the rectangle then find its area عايز الأريا يبقى نكتب القانون بتاع الأريا الأريا of a rectangle بت equals ايه اللينس تايمز الويدز اللي هي 20 تايمز ال 8 حط الزيرو 2 تايمز 8 16 ها الانسر عندي بالايه بالسنتيمتر سكوير يلا مع بعضينا نشوف مسائل الورد بروبلمز بيقول لي امان هاز 30 فدانز يعني في عندي واحد عنده 30 فدان of agricultural land يعني عنده 30 فدان ارض زراعيه بيزرع فيها he planted rice in 5/6 of them زرع منهم fraction part قد ايه 5 over 6 how many fidans were planted rice يبقى الفراكشن بارت ده من ال 30 فدانز قد ايه يبقى نكتب كده the planted فيدانز يعني الافدنه المزروعه is ايه بقى هيبقى 5 over ال 6 تايمز كام تايمز ال 30 يبقى احنا كده بنطلع البارت ده من ال 30 فيدانز 6 divided 6 يديني 1 30 divided 6 يديني 5 5 تايمز 5 يبقى 25 فيدانز يبقى اللي اتزرعوا 25 فدان اتزرعوا رز طيب يلا
الاكسرسايز اللي بعد كده. يقول لي فايزة is making spaghetti sauce. فايزة بتعمل الصوص بتاع المكرونة الاسباجيتي. The recipe calls for 1 and 3/4 cups of water. الوصفة بتقول ان هي لازم تجيب كوباية and 3/4 من الكابس water. She wants to make 4.5 times the recipe. عايزة تعمل قد المقدار بتاع الريسيبي 4.5. How much water should she use? هتستعمل مية قد ايه؟ لازم كل مقدار من الريسيبي هتستعمل الوتر قد دي. طب هي هتستعمل الريسيبي 4.5 times. يبقى هنعمل times. يبقى the water needed equals ايه؟ هيبقى 4 and 1/2 كلام ده times 1 and 3/4. ده اللي هي equals ايه؟ 4 times 2 يديني 8 plus 1 يديني 9. يبقى 9 divided 2 كلام ده times 1 times 4 before و 3 يديني 7. 7/4 اللي هي equals ايه؟ 9 times 7 63. 2 times 4 تديني 8. ها ايه اقرب حاجه لل 63 في تيبل 8؟ 8 تايمز 7 تديني كام؟ 56. يبقى يتبقى كام عشان اوصل لل 63؟ يتبقى 7/8. ايه بقى اللي طلع ده؟ كابس اوف ووتر. يلا المساله اللي بعد كده بيقول لي هنا كلاس ذير ار 30 بيوبلز. في عندي 30 طالب في الكلاس. 2/3 اوف ذيم ار بويز. عندي 2/3 منهم boys and 1/5 of the boys have blue eyes. 1/5 من الboys عندهم blue eyes. How many boys don't have blue eyes؟ ناخد بالنا بيقول don't have blue eyes. يبقى احنا الاول لازم نطلع عدد الboys وبعد كده نشوف مين اللي عندهم blue eyes ونعمل minus عددهم يديني الايه اللي ما عندهمش blue eyes. يبقى الاول نحدد عدد الboys. The number of boys are. عشان اجيب عددهم اعمل ايه؟ هما 2/3 من الثيرتي. يبقى 2/3 times الثيرتي. هما تلتين التلاتين. 3 divided 3 يديني 1. 30 divided 3 يديني 10. يبقوا كام؟ يبقى 20 boys. خلاص نبدأ المسألة أكنها مسألة جديدة. أنا عندي 20 boys وعارف إن الـ 1/5 منهم have blue eyes. يلا نجيب الـ boys اللي ليهم blue eyes. يبقى the blue eyes boys are إيه؟ هيبقى 1/5 times 20. 5 divided 5 يديني 1. 20 divided 5 يديني 4. يبقوا 4 boys. يبقى انا عندي 4 boys ليهم ايه؟ blue eyes. يبقى اللي مالوش blue eyes كم واحد؟ يبقى the boys who don't have blue eyes ار ايه بقى؟ هيبقى 20 ماينس الفور اللي هي كام؟ 16 بويز. المسألة اللي بعد كده بيقول لي نجوى بوت 8 and 3/4 كيلوغرامز اوف ميت. 460 ايجيبشن باوند فور ايتش كيلوغرام. يعني كل كيلوغرام ب 60 ايجيبشن باوند. اف شي جاف ذا بوتشر 600 ليز. هي ادت للجزار 600 جنيه. هاو ماتش ماني ووز ليفت ويز هير. هيتبقى معاها قد ايه؟ هو هنا قصده يقول الجزار هيديها قد ايه باقي. يعني هو لفت يعني ايه؟ هو متبقي معاها من بعد ما هتدفع ثمن اللحمه وتاخد الباقي. طيب احنا لازم نجيب الاول البرايس اوف ذا ميت. يبقى ذا برايس اوف ذا ميت ايكوالز الوزن بتاعها 8 and 3/4 times البرايس بتاع 1 كيلوغرام اللي هو ال 60. نعمل ايه؟
يلا 8 تايمز 4 32 بلس 3 35 يبقى 35 ديفايدد 4 الكلام ده تايمز كام؟ تايمز 60. يلا 4 ديفايدد 4 يديني 1 60 ديفايدد 4 خدناها قبل كده تديني 15. يلا نعمل في الدرافت 35 تايمز ال 15 5 تايمز 5 25 5 ونكاري اب 2 5 تايمز 3 15 و 2 17 حط الزيرو 1 تايمز 5 5 1 تايمز 3 ب 3 هنا يبقى 5 هنا 2 هنكاري اب 1 1 1 2 و 3 اديني 5 يبقى البرايس بتاع الميت 525 ايجيبشن باوند. طيب هي ادت للجزار 600 باوندز يبقى هيبقى معاها قد ايه؟ يبقى the money left with her المبلغ اللي هي دفعته هيبقى ماينس تمن الايه؟ تمن الميت. يلا ده هيبقى 10 ده هيبقى 9 زي ما احنا متعودين وده هيبقى 5. 10 ماينس ال 5 يديني 5 9 ماينس 2 يديني 7 و 5 ماينس 5 يديني ايه؟ يديني 0 يبقى اللي هيبقى معاها 75 باوندز. يلا المسألة اللي بعد كده بيقول لي the age of Sammy is one third of the age of his father. يعني عمر سامي one third العمر بتاع باباه. يبقى انا لو جبت عمر باباه خلاص هعرف عمر سامي. وبيقول لي the age of his brother فريد is one quarter of the age of Sammy. يبقى انا مش هعرف اجيب عمر اخوه لان انا اصلا ما اعرفش عمر سامي. فبيقول لي بقى هنا ايه؟ بيقول لي if their father باباهم is 48 years old اداني عمر باباهم what is the age of each of them. طالما عرفت عمر الفازر يبقى انا اقدر اجيب عمر سامي لان عمر سامي one third الايدج بتاع his father. ها نحلها ازاي؟ نكتب كده the age of Sammy equals equals the one third of يعني times the age of his father 48 تديني كام؟ 3 divided 3 يديني 1 4 divided 3 يديني 1 وفي عندي 1 as a remainder تبقى 18 18 divided 3 يديني 6 يبقى هيديني 16 years. وبعدين عايزين نجيب عمر فريد. عمر فريد اجيبه لما اعمل times by العمر بتاع سامي يبقى the age of فريد هي ايكوالز هو بيقول لي 1 كوارتر الايدج بتاع سامي يبقى 1 اوفر 4 تايمز الايدج اوف سامي تايمز 16 4 ديفايدد 4 يديني 1 16 ديفايدد 4 يديني 4 يبقى هنا 4 years. المساله دي يا اولاد مساله جميله جدا ولازم تفهموها كويس قوي ويا ريت تحاولوا تحلوها لوحديكم. يلا نشوف اخر مساله معانا. بيقول لي فايند ذا ميسنج نمبر. هنا عندي هنا نمبر تايمز 4 اداني 6 اذا ما فيش وال6 دي اصلا انا مش شايفها جوه. لما يجي لي مساله بالمنظر ده نعرف ان حصل سمبليفيكيشن. لازم يكون في حصل سمبليفيكيشن جوه. ال6 دي هتخرج ازاي؟ هتخرج بعد السمبليفيكيشن. ال5 دي خرجت اهي يبقى مالناش دعوه بيها. طيب انا عندي 2 ديفايدد 2 يديني 1 و4 ديفايدد 2 بيديني كام؟ بيديني 2. هنا بقى وضحت اهي 1 تايمز 5 يديني 5 ايه بقى تايمز 2 يديني 6 طبعا ال3. المسائل دي من المسائل الجميله جدا. قبل ما نطلع الميسنج نمبر لو لقينا سمبليفيكيشن نعمله. يعني مثلا هنا قبل ما ابص على المساله اقول 3 ديفايدد 3 يديني 1 9 ديفايدد 3 يديني 3 تمام وتحت 11 موجوده 11 اهي. يلا نشوف ده ايكوالز ايه. 1 تايمز 11 11 بلس ال 4 15 يبقى دي 15 ديفايدد ال 11 تحت ال 11 خرجت. طب فوق في 3 ايه تايمز 3 يديني 15 ال 5. النوعيه دي يا اولاد من المسائل الجميله جدا ولازم نتدرب نحل عليها كتير. اهم حاجه فيها قبل ما اشتغل واطلع الميسنج نمبر لو في كانسليشن اي اختصارات اعملها
قبل ما حل المسألة. وبكده يا أولاد يبقى وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا، درس مهم جدا، أهم درس عندنا في الترم الأول، يعني اللي هيفهمه إن شاء الله منكم كويس جدا هيبقى من الطلاب الشاطرين جدا جدا. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم إن شاء الله.